أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم. مساء الخير على أعظم جمهور في الدنيا، مساء الخير على جمهور الأهلي العظيم جدا جدا جدا. مش عايز أقول لكم، امبارح في الافتتاح كانت ردود أفعال هايلة جدا، الكل مبسوط، الكل مستمتع، الكل فرحان جدا جدا. مش في مصر بس، بالعكس كل الدول العربية، كل الدول الأوروبية، في أمريكا نفسها جالي اتصالات كتير جدا جدا. الحمد لله افتتاح كان اكثر من رائع. امبارح كان يوم بيليق فعلا بكل اهلاوي، يوم بيليق بنادي القرن الحقيقي، النادي الاهلي، نادي المبادئ، نادي القيم. بصراحه اللي حصل امبارح مش غريب على النادي الاهلي، نادي الوطنيه، وبصراحه اكتر جمهور الاهلي كله وشعب مصر كله وراك يا ريس. طبعا مش عايز اقول ان النادي الاهلي دايما في المقدمه، هو النادي الأهلي طول عمره في المقدمة، وحنكون دايماً في المقدمة. طبعاً فريق النادي الأهلي وحشنا كلنا، ونفسنا نشوف كورته الحلوة الجميلة من جديد. النهاردة إن شاء الله بإذن الله حكون معاكم في الاستوديو التحليلي لمباراة الأهلي والجونة، المباراة الودية الثانية للمارد الأحمر، استعداداً لعودة دوري ومباراة الأهلي الرسمية الأولى أمام إنبي، والمقرر لها إن شاء الله يوم 9 أغسطس. طبعا مستر ريني فايلر بيحاول استغلال الوديات القليلة جدا لاستعادة فورمة مباريات بعد فترة توقف طويلة. يمكن مستر فايلر من مدرسة التركيز على التدريبات مش التركيز الأكثر على المباريات، هما مدرستين. طبعا في مدرسة بتحب تستغل فترة الإعداد في إنها بتلعب مباريات كتير، في مدرسة مستر فايلر، وبرضه النهاردة الجونة زي الأهلي بالظبط، يمكن دي تاني مباراة ودية للجونة زي ما دي تاني مباراة ودية للنادي الأهلي. النادي الأهلي كان خاض من 3 أيام مباراة ودية أمام سموحة وفاز 4-0، أما نادي الجونة كان بيلعب امبارح أول مباراة ودية مع FC مصر. النهاردة إن شاء الله بعد قليل هيكون معانا مراسل النادي الأهلي في استاد مختار التتش كريم أحمد، والمباراة دي هتكون مهمة جدا للفريقين لأن دي المباراة الأخيرة قبل مباراة إنبي. استعداد كبير، كل الفرق طبعا تستعد على قدم وساق علشان استئناف النشاط الرياضي، فالكل بيسعى لتحقيق الانتصارات، وعشان كعادة فرق الدوري كله بيخوض مباريات ودية علشان إن شاء الله يكونوا جاهزين الأسبوع اللي جاي. كويس، تعالوا بقى نفكركم بجدول الدوري قبل التوقف. زي ما شفنا الأهلي متصدر المسابقة، وإن شاء الله يواصل الصدارة خلال الفترة القادمة. لو بصينا على ترتيب الجدول هيبقى الأهلي متصدر، لعب 17 مباراة عنده 49 نقطة، يليه المقاولين العرب، المقاولين لعب زيادة مباراة عن النادي الأهلي 18 مباراة 33 نقطة، بيراميدز لعب 18 مباراة زيادة عن النادي الأهلي 32 نقطة، نادي الزمالك لعب 16 مباراة 28 نقطة بعد خصم 3 نقاط، وبعدين الاتحاد السكندري لعب 17 مباراة عنده 27 نقطة، مركز السادس سموحة لعب 18 مباراة عنده 25 نقطة، إنبي المركز السابع لاعب 18 مباراة عنده 25 نقطة، إنبي اللي هيلاعب النادي الأهلي إن شاء الله الأسبوع الجاي. إنتاج الحربي لاعب 17 مباراة عنده 23 نقطة، الإسماعيلي لاعب 18 مباراة عنده 22 نقطة، مركز العاشر المصري 16 مباراة 20 نقطة، الجونة 18 مباراة 20 نقطة، حرس الحدود 17 مباراة 19 نقطة، نادي أسوان 17 مباراة 18 نقطة، طلائع الجيش 19 مباراة 17 نقطة، طنطا 18 مباراة 16 نقطة، وادي دجلة 18 مباراة 15 نقطة، مصر المقاصة 17 مباراة 14 نقطة، وأخيرا نادي مصر 17 مباراة و11 نقطة. نطلع فاصل ونرجع مرة أخرى مع الاستوديو التحليلي. بسم الله الرحمن الرحيم، رجعنا لكم مرة تانية. زي ما شفنا من جدول الترتيب إن النادي الأهلي متصدر المسابقة، وإن شاء الله يوصل الصدارة خلال الفترة القادمة ويحسم لقب البطولة المفضلة للجماهير الأهلي مبكرا.
تعالوا معا نستعرض مشوار الأهلي قبل توقف المسابقة. نادي الأهلي لعب 17 مباراة في المركز الأول، النقاط 49 نقطة، 16 مكسب، خسارة زيرو، إن شاء الله بإذن الله تفضل كده على طول، تعادل واحد. أقوى خط هجوم 46 هدف، أقوى خط دفاع عليه 4 أهداف فقط. مشوار فريق الجونة خلال مباراة الدوري المصري لحد فترة التوقف 18 مباراة، يعني لعب مباراة زيادة عن النادي الأهلي. في المركز الحادي عشر، النقاط 20 نقطة، الفوز 5، خسارة 8، تعادل 5، له 15 هدف وعليه 24 هدف. دلوقتي إن شاء الله هنروح فاصل ونرجع بعد كده نستقبل نجوم الاستوديو التحليلي، نجومنا الكبار كابتن علاء ميهوب، كابتن محمد يوسف، كابتن عادل مصطفى، كابتن هاني العجيزي. بجد تحية بحضراتكم أعزائي المشاهدين، وبرحب بنجوم الاستوديو التحليلي كابتن علاء ميهوب، أهلا وسهلا بيك. أهلا بك أيمن. كابتن عادل مصطفى، أهلا وسهلا بيك. كابتن هاني العجيزي، أهلا وسهلا بيك. أهلا بيك كابتن عادل. كابتن محمد يوسف، أهلا وسهلا بيك. أهلا بيك كابتن. قبل ما نتكلم في الاستوديو التحليلي النهارده ونبدأ، هنروح لمراسلنا في ملعب الأهلي كريم أحمد. أهلا بيك يا كريم. كل التحية ليك كابتن أيمن شوقي، برحب بيك طبعا في البداية، وبرحب بكابتننا الكبار في الاستوديو التحليلي، جمهور وعشاق متابعي قناة الأهلي في كل مكان. أنا عايز قبل ما أتكلم طبعا على المباراة، مباراة الأهلي والجونة، أبارك لكم ومبارك لكل جمهور النادي الأهلي على الشكل الرائع والمميز اللي كانت فيه الانطلاقة اللي كان منتظرها مئات الملايين من جمهور النادي الأهلي. الحقيقة شغل كبير جدا، وكان فيه تحديات كبيرة ومجهود أكبر، اللي هو كل كان في هدف واحد، اللي هو إسعاد كل جمهور النادي الأهلي وتلبية آمال وطموحات مئات الملايين من جمهور النادي الأهلي. إحنا متواجدين كابتن أيمن طبعا في مقر النادي الأهلي بالجزيرة، وتحديدا ملعب مختار التتش، مباراة الأهلي والجونة، المباراة الودية الثانية. زي ما تابعنا طبعا المباراة الأولى، مباراة الأهلي وسموحة، مهما كانت جدية التدريبات والحماس والقوة، المباراة الودية أنت عارف يا كابتن أيمن بيبقى ليها حسابات خاصة. المدير الفني والجهاز الفني بيطمن بشكل كبير جدا على الحالة المعنوية، الحالة البدنية، التكتيك، الجمل التكتيكية اللي بيتنفس فيها التدريبات، وده أمر مهم جدا ومميز جدا من خلال اللعيبة، لأن اللعيبة بتأدي أداء رائع وفي مجهود كبير جدا بيبذل. الخطة اللي بتوضع في التدريبات في المباريات بيكون لها شكل كبير. مستر فايلر كمان في المباراة الأخيرة، مباراة سموحة أو المباراة الأولى، شارك عدد كبير جدا من اللعيبة. النهاردة المباراة أقوى، مباراة الأهلي والجونة مباراة أقوى، فيها عناصر مميزة جدا وفيها هتكون أمور خططية بشكل كبير جدا. بنتمنى النهاردة تكون جرعة تدريبية مكثفة وقوية يستفيد بيها النادي الأهلي في هذه المباراة. أنا عايز أقول لك طبعا يمكن بيتوافد لاعبو النادي الأهلي على غرف خلع ملابس، الكل خلاص بيستعد. إحنا عارفين المباراة إن شاء الله هتكون في تمام الساعة 5 هنا على ملعب مختار التتش، لكن حالة هنا حالة تركيز كبيرة جدا، وكل الأعضاء اللي بتقابلنا كل الناس مبسوطة جدا بالشكل الكبير اللي عليه قناة النادي الأهلي، ومستمتعة ان المباراة اليوم النهاردة هتذاع على قناة النادي الأهلي. ان شاء الله بإذن الله بنتمنى المباراة النهاردة تعدي بسلام، ما يبقاش فيه اي امور تعكر صف لاعبي النادي الأهلي من اصابات او اي امور كده، لان انت عارف الفترة اللي جاية محتاجين كل اللعيبة. عندنا مباراة متبقية في بطولة الدوري العام، ان شاء الله نحسمها 17 مباراة، ان شاء الله بإذن الله نحسم قبل 17 مباراة. والهدف بقى الكبير، الهدف الاكبر، الحلم الكبير جدا، وهو البطولة الأفريقية، مباراة الوداد المغربي اللي ليها حسابات وليها امور خاصة جدا، لكن معودنا النادي الأهلي ومعودنا الجهاز الفني مرحلة مرحلة بتتاخد. النهاردة بالكل مركز في مباراة بطولة الدوري العام، وما يجي ان شاء الله وقت المباراة الأفريقية يكون لها حسابات ويكون لها تحفيز ويكون لها جدية كبيرة جدا. ان شاء الله النهاردة بنتمنى نشوف مباراة جيدة، نشوف شخصية النادي الأهلي في المباراة مهما كانت ودية. محتاجين ان احنا نشوف لعيبة النادي الأهلي وروحهم الكبيرة وروح الفانيلة الحمراء، وهنكون اكيد مستمرين معاك يا كابتن أيمن ومع كل مشاهدينا ومتابعينا من خلال المباراة، من خلال لقاءاتنا ان شاء الله مع لاعبي النادي الأهلي وايضا كمان لاعبي نادي الجونة. عودة ليك يا كابتن أيمن والفئة، استفسارات تحت أمرك، اتفضل يا كابتن. شكرا كريم، ما تروحش بعيد عننا. نرجع تاني لنجومنا نجوم التحليل. طبعا عايزين نبارك نفسنا ونبارك لجمهور النادي الأهلي العظيم، ونبارك لمجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة الكابتن محمود الخطيب. كلنا كنا موجودين مع بعض امبارح في الافتتاح، عايز انطباعاتكم عن الافتتاح. طبعا مبروك لكل واحد
بذل ولو مجهود بسيط جدا في اظهار القناه دي بالشكل الرائع اللي شفناه امبارح. افتتاح يعني عدى التصور، يعني عدى انت كنت متخيل ممكن يفتح يبقى عامل ازاي. الناس بتقول هيفتح حلو قوي وابهار كويس قوي، لكن لا، الناس كلها ما كانتش متخيله، وانا على فكره واحد منهم، ما كنتش متخيل الافتتاح بتاع قناه الاهلي يبقى بالشكل الرائع بتاع امبارح ده. حاجه بجد، حاجه يعني مش حاجه مذهله بجد، حاجه تليق باسم النادي الاهلي. دايما بقول لك انا ايمن اسم النادي الاهلي كبير قوي، فلما تعمل حاجه فيها اسم النادي الاهلي لازم تعمل حاجه تليق بالاسم ده، صحيح. تبقى على قد الحدث نفسه. فلا، القناه امبارح ما شاء الله حاجه مفرحه. جماهير النادي الاهلي ومجلس ادارته وكل واحد ينتمي لهذا النادي اكيد فخور جدا. اللي عايز اقول لك كمان رد الفعل على السوشيال ميديا وعلى الناس كلها اللي بره مصر، الناس يعني فرحانه، تحس ان هو كان يوم عيد امبارح ايمن، مش افتتاح قناه عاديه، لا امبارح كان يوم عيد، الناس كلها مستنيه حدث ولقوا الحدث حاجه حلوه قوي. ببارك لكل القائمين على القناه، ببارك لجماهير النادي الاهلي، وبقول لهم دايما النادي الاهلي هو الاول في كل حاجه، فما ينفعش قناته كانت مش احسن حاجه. لكن اللي انا قلته امبارح كمان من وجهه نظري المتواضعه وبدون تحيز، ما فيش قناه زي قناه النادي الاهلي. الحمد لله. كابتن عادل مصطفى، طبعا انا بشكر الاول الناس اللي مش ظاهره في الشاشه، طبعا في مقدمين برامج كتير ومحللين، ولكن في ناس خلف الكواليس بصراحه تعبت جدا، وبصراحه من الناس دي شجعتنا ان احنا نبقى مركزين قوي، ان هم فعلا مركزين قوي. مزبوط. فعلا الناس مركزه جدا من اكبر واحد لاصغر واحد، ومركزين بحب. ده اللي انا قلته امبارح. يمكن احنا كمان كنا قريبين منهم اخر اربع خمس ايام، بس هم من قبل كده. يعني هم من قبل كده كمان شغالين فتره طويله، صحيح. فلما هو كمان بيوصل لك ان انا بعمل حاجه حقيقيه، وهو مبسوط حتى وانت بتعمل لبسك وانت بتحضر ورقك. الناس كلها بصراحه، يعني كنت لسه بتكلم الصبح، الناس كلها مبسوطه وهي بتشتغل. مزبوط. مش حد بيقضي واجب، وده المفروض اللي احنا اتربينا عليه جوه النادي، ان كل واحد بيعمل حاجه بحب، وان الاهلي ما بيعرفش يعمل حاجه 50-50. ماتش ودي، قناه، اعلان، اي حاجه بتتعمل ما بيعرفش، يعني الناس ما تقدرش تتنازل عن 100%. الناس طول الوقت عايزه النادي الاهلي، 100% من النادي الاهلي. فده اللي احنا يعني بقى على عاتقنا حمل كبير جدا بعد اللي حصل امبارح. اعتقد نسبه المشاهده هتزيد كمان، ان احنا بنقدم حاجه محترمه، بنقدم اعلام محترم راقي. واعتقد ان حتى الاستوديو بتاعنا الناس اللي موجوده كلها قامات كبيره وناس على مستوى راقي ومستوى عالي من الخلق، فاعتقد هنقدر نقدم حاجه كويسه ان شاء الله، وبقى دافع لينا اكتر ان احنا نقدر نقدم احسن حاجه ان شاء الله. نحن نختلف عن الاخرين ان شاء الله. كابتن هاني العجيزي. والله يا كابتن ايمن، انا بالنسبه لي طبعا ما كانتش مفاجاه بالنسبه لي، لان انا لما جيت الاستوديو اول مره ودخلت وشفت الامكانيات اللي موجوده وشكل الاستوديو، يعني فعلا كانت حاجه مبهره بالنسبه لي. يعني طلعت كتير في برامج وطلعت كتير في قنوات، لكن بالشكل ده وبالروكي ده بصراحه انا اتفاجئت. لكن انا بالنسبه لي ما كانتش مفاجاه، لكن بالنسبه للناس طبعا طبيعي، لان كان في سريه تامه. دي حاجه انا برضو عايز اوضحها للناس، ان كان في سريه تامه بالنسبه لشكل الاستوديو وبالنسبه حتى الفريق العمل اللي موجود، البرامج كلها، البرامج نفسها، بالظبط، المعدين، البرامج كلهم فعلا ما كانش حد يعرف اي حاجه لحد اخر وقت. صحيح. يعني دي طبعا تحسب برضو للشركه اللي موجوده، وبتمنى طبعا باذن الله دي بدايه لينا ان شاء الله، وتكون بدايه خير لينا ان شاء الله باذن الله، وبالتوفيق للنادي الاهلي النهارده باذن الله في الماتش ان شاء الله. كابتن محمد يوسف. لا، الواحد فخور، يعني انا مش هضيف طبعا حاجه زياده، الواحد فخور جدا بالحدث امبارح، وحاجه فوق الخيال، مجهود كبير جدا من الناس خلف الكواليس وحتى اللي بانوا امام الشاشات، حاجه مشرفه جدا. امبارح وصلنا زي الاحصائيات او التقارير اللي طلعت ان 1,300,000,000 مشاهد حول العالم، فدي حاجه طبعا سابقه ما حصلتش لاي قناه لنادي، قناه خاصه لنادي. النقطه كمان اللي مهمه جدا والواحد فعلا عايز ياكد عليها، ان القناه طالعه بصيغه وشخصيه النادي الاهلي، فدي حاجة الواحد بيأكد عليها. إعلام محترم، إعلام بيخش البيوت، إعلام يعني عايز أقولك بيخاطب الأسرة الأهلاوية والجمهور الأهلاوي والسيدة الأهلاوية والبنات أو الفتاة الأهلاوية، فإعلام محترم وإعلام هادف وعنده موضوعية وعنده حيادية وعنده
معايير ماشي عليها يعني. فان شاء الله ربنا يوفق القائمين وكل المجموعه وكل الجروب اللي شغال سواء ورا الكاميرات او امام الكاميرات، ان احنا نبقى دايما في تفوق ودايما في نجاح ان شاء الله. زي ما قلت في المقدمه ان هو بالتاكيد كان يوم عظيم لكل الاهلاويه في كل حته في العالم. كابتن علاء ميهوب، الحمد لله الدوري رجع بعد فتره توقف طويله، وكان في اصرار من الدوله لاستئناف النشاط. طبعا زي ما احنا عارفين ان كره القدم مش مجرد مباريات كره قدم. كلمنا عن النقطه دي بعد اذنك. القرار لما بتاخد دايما انا اخد اخر كلمه ان هي مش موضوع دوري وموضوع كوره، لا دي صناعه صحيح. كبيره جدا فيها ناس كتير جدا واطراف كتير جدا مستفيده من ان يبقى في كره قدم في البلد نفسها او في دوري. فالقرار نفسه كان اتاخد والناس كلها كانت متقبله القرار. في بعض الاعتراضات، وطبعا لازم نحترم كل الاراء، كل واحد بيبص من وجهه نظره هو، لكن صحيح. طبعا كل اراء في الاخر تحترم، لكن القرار كان الدوري راجع خلاص. فدي طبعا الموضوع كان منتهي تماما. في ناس كلها، الغالبيه لو خدت كده نسبه، الناس كلها كانت مبسوطه. انا بتكلم على الشارع نفسه ان الدوري راجع وهيتفرجوا على مباراه كره القدم وكوره وكده. الكوره بالنسبه للشعب المصري حاجه مش طبيعيه، خصوصا بعد التوقف التام 5 شهور في كل حاجه، فانت ترجع الدوري تاني اعتقد دي كان قرار صائب جدا. والناس كلها خلاص يعني تقبلت الموضوع وكله اشتغل على خلاص الدوري ان شاء الله هيتلعب خلاص الشهر الجاي ده، والناس كلها استعدت وكل واحد هيبدا يلعب على الهدف اللي عايزه. صحيح. هو عايز ايه بقى من باقي المباريات دي؟ طبعا النادي الاهلي خلاص هدفه الدوري ان شاء الله يحسمه ان شاء الله بدري، وان الهدف اكبر كلنا متفقين عليه هو هدف ان شاء الله افريقيا. كل بقى فريق هو عايز ايه من كام مباراه في الدوري دي؟ في ناس كله عايز، في فرق بتصارع الهبوط يعني، انت عندك صح. من المركز 11 عندك مشاكل. مزبوط. وانت نازل. مزبوط. فكل واحد هيبدا ايمن يركز هو عايز ايه من باقي المباريات دي. لكن صحيح. النادي الاهلي في ارتياحيه شويه، النقاط مريحه شويه، لكن يعني في النادي الاهلي مفيش حاجه اسمها راحه. في النادي الاهلي انا عايز احسم الاول وبعدين بقى صح. نتكلم في حته الراحه دي. لكن مزبوط. هو كل خلاص فريق خلاص الدوري راجع ان شاء الله يتم على خير يا رب، وان شاء الله نبارك النادي الاهلي يا رب ان شاء الله. كابتن عادل مصطفى، الكابتن علاء اثار نقطه مهمه جدا، ان في بعض الفرق رفضت عوده مباريات الدوري العام ولكنها مع استئناف عوده النشاط. كويس. لو بصينا لجدول الدوري هنلاقي من الترتيب العاشر اللي هو النادي المصري رصيده 20 نقطه، نبص للمركز ال 17 مصر المقاصة 14 نقطة، مباراتين يعني. الإجابة هنا؟ لا، الإجابة أقول لحياتك حاجة برضو. الكابتن علاء قال إن كل واحد رأيه واحترم. كويس. وطبيعي إن في أوقات في مصلحة عامة ومصلحة خاصة. كل واحد في حاجتين في وقت واحد. بس طبيعي إن أول حاجة هتفكر في مصلحتك شوية. كويس. وده منطقي، واحنا مش ملايكه. صحيح. ومش مدينا فضلا ان الناس كلها تجتمع على حاجه، وده مش يعني مش التماس عذر لحد، ولكن هو طبيعي لو انا حاجه اقدر اوفر فيها. خد بالك برضو حته ان الدوري يكمل او ما يكملش، كان في كذا اتجاه او كذا نقطه الناس غفلت عنها. الناس كانت بتفكر فيها، الانديه كانت بتفكر فيها ازاي. الانديه كانت بتفكر ان الدوري لو اتلغى هيخصم جزء كبير من عقود اللاعبين، وبالنسبه له ده توفير لي في فلوس مش هيدفعها، وده بالنسبه له توفير لي. مزبوط. هيبدا سيزون جديد في وقت هيبقى فيه سيزون القديم شغال. الانديه هتخسر كمان، ما هتخسر كده كده هيبقى يعني، بس جزء الخساره مع جزء اللي هو هيوفره هيتناسب شويه. ماشي انا معاك، بس وفي انديه ثانيه هتخسر على حسب ما هي نسب. انا قصدي دي عادل، ما هي نسب بالزبط. يعني مثلا في انديه كبيره، يعني الاهلي لو الدوري يتلغي يخسر الدوري طبعا. نسبه ال في اعلانات وفي شركات راعيه وفي حاجات كتير، فالنسب مختلفه. ومش النادي الاهلي لوحده، النادي الاهلي وفي كذا يعني. مزبوط. هو برده نسب وتناسب. كويس. فانت برده حياتك بصيت هتلاقي ان الناس اللي عندها هتبقى خساره، يعني خساره معقوله، بس هيوفر حاجات للسيزون الجديد. كويس. وبالنسبه له هو بينافس على هبوط او هو انه يبدا سيزون من اول وجديد، فبالنسبه له الموضوع طب ايه المشكله اما يتلغي. هي دي القصه. القصه مش ان هو ان دلوقتي في كورونا وكمان شهر مش هيبقى في كورونا. مزبوط. لا، هي القصه مش كده. مزبوط. لا، هو طبيعي ان زي ما اتفقنا ان في حاجه عامه وفي حاجه خاصه. كويس. فالحاجه الخاصه كل واحد بيفكر في مصلحته، وده صحيح. طبيعي. أيوه. ولكن بعد ما افكر في مصلحتي واعرض اللي انا عايزه، ايوه،
لازم ارجع بقى للمصلحه العامه، المصلحه العامه اقتضت ان الدوري هيكمل، فخلاص كله هيرجع في الصف تاني ماشي. وده طبيعي، وخد بالك وفي انجلترا في انديه في قبل ما كان الدوري يبدا شويه كان في كام نادي ابدوا اعتراضهم ان هم الانديه اللي كانت بتنافس على الهبوط صح، فده طبيعي، ولكن اللي انت تيجي تحط تحتيه 100 خط اللي هو يفضل مصر على موقفه لما الدوله ترجع القرار تاخد كويس. قرار خلاص الدوله اخذت قرار في حاجه مهمه لمصلحه البلد كلها ومهمه لان الدوري يكمل، فخلاص كله هيرجع في الصف. واعتقد ما حدش يعني بعد ما يعني ما الدوله اعلنت ان الدوري هيرجع والاتحاد اعلن الدوري هيرجع في اصرار وكان في اصرار، خلاص كله رجع في الصف وكله دخل في لكن هي في الاول السؤال هنا بقى ايه الفرق بين الموافقه على عوده النشاط وعدم الموافقه عن عدم استئناف مباريات الدوري؟ يعني ما هو ده ان هو يبدا في دوري جديد، ان هو يبدا يعني زي مثلا الفرق اللي بتنافس على هبوط، هو بالنسبه له هو عنده سكواد معين السنه دي ممكن يكون شايفه ان هو مش مناسب، احنا خد بالك برده انت قطعت سيزون دور كامل فخلاص شفت احتياجاتك، والوقت ده مش هيبقى فيه يعني احلال وتجديد دلوقتي، مش هيبقى فيه تبديل ولا قائمه هتتفتح، فبالتالي هتكمل دي المصلحه الخاصه فهو بالنسبه له هو يبدا سيزون جديد بناس ثانيه وفي ناس غيرت مدربينها وفي ناس في كذا نادي غير مدربينه وفي ناس وفي مدربين دخلت كانت داخله جديده على فرقها، فبالتالي هو كل واحد بيفكر ان انا مصلحتي ان انا اكمل، وبالذات المدربين كمان كان ليهم دور، وده طبيعي برده، احنا برده يعني كل واحد هيفكر في مصلحته، اكيد انا مش يعني مش هفكر في مصلحه مدرب تاني وهو مش هيفكر في مصلحته صحيح. فبالتالي هو شايف ان انا ايه المشكله اما اخد راحتي في فتره الاعداد بدل ما اضغط نفسي واعمل فتره الاعداد مضغوطه، اخد وقتي خالص واشوف لعيبتي بشكل كويس وادخل عناصر اللي انا محتاجها، فهو كان بالنسبه له فرصه ذهبيه ان هو يبدا سيزون جديد ده الفرق بين الاثنين، ولكن هو في الاول وفي الاخر المصلحه العامه اقتضت ان الدوري يكمل، وان شاء الله الدوري هيكمل، واتمنى لكل الفرق ان هي تحاول تأدي بشكل كويس وان هي تنسى الفتره اللي فاتت، ان انت لما بتعلق شماعتك برده بتبدا السيزون بشماعه بتاخد منك كتير اكيد، فان شاء الله يبقى في دوري قوي والفرقه ترجع بشكل كويس باذن الله ان شاء الله. كابتن هاني، فتره التوقف الكبيره دي هل هيبقى ليها تاثير سلبي على لاعبي كره القدم في الدوري العام المصري؟ اكيد طبعا في جميع الانديه يعني. اكيد طبعا اكيد، فانت حضرتك بتتكلم في فتره كبيره جدا، بتتكلم في 5 شهور للاعب كوره، ده يعني كتير جدا، وقت كبير جدا ان واحد يقعد 5 شهور من غير ما يتمرن او من غير ما يلعب كوره، دي اول مره تحصل اصلا، يعني اول مره اشوفها ان هي تحصل حاجه تحصل زي دي في 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 مجال الكوره بتاعنا. لكن زي ما قلت لحضرتك قبل كده امبارح ان هي بتختلف من لعيب للعيب، انت لعيب مفروض محترف، مفروض ان انت بتحافظ على وزنك، بتحافظ على 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 اكلك، على كل حاجه، بتدخل جيم، بتتعامل على اساس ان انت محترف، وده اللي احنا شفناه في مع لعيبه الاهلي وكذا نادي تاني طبعا. فدي طبعا يعني هي فتره كبيره، بس يعني اكيد في مدرب لما بيجي بيبقى مثلا حاطط في دماغه ان هو في وقت معين هيقدر ان هو هيرجع اللعيبه تاني في يعني مثلا مستر فيرا جه قال لك انا مثلا ممكن هاخد شهر مثلا ان انا اعمل فتره اعداد، في مدرب تاني ممكن يقول لك لا ما مش هقدر ان انا اجيب اللعيبه تاني في خلال شهر، محتاج وقت اكتر، بالتالي في ناس اعترضت على عوده الدوري لان الموضوع بالنسبه لهم هيبقى صعب. لكن انا بتكلم عن النادي الاهلي طبعا زي ما قلت لحضرتك ان في احترافيه من اللعيبه، وده اللي انا فعلا تابعته على السوشيال ميديا مع بعض اللعيبه كلهم برده قريبين مني، اللعيبه محافظه على نفسها كويس جدا، وهو ده الاختلاف ما بين النادي الاهلي وما بين اي نادي تاني. فبتمنى طبعا ان الناس كلها تكون جاهزه، لان طبعا عوده الدوري دي حياه طبعا بالنسبه لنا وبالنسبه للشعب المصري، الشعب المصري يعني بالنسبه له الكوره دي رقم واحد في الحياه يعني، فاتمنى ان شاء الله الناس كلها تكون جاهزه والناس كلها تبقى اللعيبه كلها تبقى في فورمتها على اساس ان احنا ان شاء الله نشوف الدور تاني قوي باذن الله، وبالتوفيق للجميع ان شاء الله. كابتن محمد يوسف، بعد فتره التوقف الطويله دي شايف ان فتره الاعداد كانت كافيه بعد 5 شهور توقف؟ ما هو زي ما قال هاني، اللعيبه عندها وعي، اللعيبه شغاله وعندها برنامج بتنفذه بمتابعه من الجهاز، وشعور اللاعب بالمسؤوليه تجاه اسمه الاول وتجاه ناديه وتجاه البطوله اللي داخلها وبطولات اللي المفروض هيرجع يلعبها، فدي يعني كانت هي نقطه
مهمة جدا في السؤال، لكن بس بعد إذنك التدريبات الفردية غير التدريبات الجماعية. أنا جاي لك بقى، هي دي بتسهل شوية من البداية، بدل ما تبدأ من 20-30% هتبدأ مثلا من 50%. أنا شايف إن شهر وخمس وأسبوع، يعني بتتكلم في من 5-6 أسابيع دي كافية، كافية جدا. بعد 5 شهور توقف. لا كافية، لأن أنت النهاردة العناصر أو كافية كل عايز أقول التدريب. هسأل فعلا كده، كافية كل الأندية؟ لا أنا بتكلم عن نادي الأهلي، هو بيسألني عن نادي الأهلي. لا أنا بسألك بصفة عامة الأول. لا بصفة عامة هتلاقي طبعا في فرق هتلاقيها إصابات أول ما تخش الدوري، هتبص تلاقي اللعيبة بقى هتجري سبرنتات، هتبص تلاقي اللعيبة اللي هيجيله شد ويجيله مزق، وده طبيعي جدا، وهتلاقي إصابات وهيغير. معلش، في بعض المدربين اعترضوا على الفتره نفسها. انا جاي لك، ما انا جاي لك في الايه، انا بتكلم دلوقتي بالنسبه للاعب. هتيجي بقى المدرسه الثانيه بالنسبه للمدرب. كويس. حضرتك ممكن تعمل فتره اعداد في شهرين، وانا اعمل فتره اعداد في 4-6 أسابيع. دي اللي انا بقولها دي. وفي ناس يا كابتن ايمن بتاخد الفرق وتطلع تقعد بيها في الاكاديميه البحريه. صح. 3 أشهر. اي مظبوط. فترات الاعداد 3 أشهر، ممكن تبقى شهرين، واللي عايز يعمل فتره اعداد 4 أشهر براحته كمان. في ناس تبدا يقول لك انا ابدا الاول عشان ايه، ابقى جاهز اكتر من الفرق. انا بتكلم على الشغل الحديث المحترم، الشغل الصح. انت بتتكلم في 5 أسابيع. بص فرق اوروبا فتره، مش معنى ان احنا ريحنا 5 أشهر نبقى نقعد قدامهم 3 أشهر مش بالراحه. لا هي ظروف جت، الظروف اللي جت دي خلتنا اول مره نريح 4 أشهر أو 5 أشهر. لكن انت النهارده لما تيجي تعمل قياسات للعيبه، مش هتلاقي اللعيبه بالخمس أشهر يعني ناموا. لا بس لا. زي ما قال الكابتن علاء، دي بتختلف من نادي لنادي. ما طبعا انا بتكلم بتختلف من الانديه الاخرى. ومن المدرب او الاستراتيجيه بتاعت المدرب ومن الاستراتيجيه بتاعت مدرب لمدرب. صحيح. لكن في النهايه انت هتلعب مباراه يوم 6-8، عندك 6 أسابيع هتجهز فيهم نفسك. المفروض المدرب الشاطر مع مدرب الاحمال بتاعه اللي هو شغال تحت ايده وبياخد البرامج من معاه وبيتفقوا مع بعض هنعمل ايه وهنقوم اللعيبه ازاي ونعمل قياسات ازاي والشغل ده كله، اعتقد بنسبه يعني نقول 70% المدربين هيقدروا يوقفوا لعيبتهم. بالاضافه ان انت عندك عنصر مهم جدا هتخش عليه، وهو ان انت عندك 5 تغييرات كل مباراه. أيوه. فانت ال5 تغييرات برضو ذكاء المدرب مع الشغل بتاع الجهاز بتاعه، ان انت النهارده في مباريات لازم تريح فيها لعيبتك وتغير ال5 تغييرات بتاعتك، خصوصا في الاسابيع الاولى من المسابقه. مظبوط. الاسابيع اللي انت هتبتدي تستأنف بيها عشان الاصابات. برافو عليك، عشان الاصابات. وانت عارف بقى لعيبتك من خلال التحليل عندك ومن خلال المدرب الاحمال اللي عندك، عارف اللعيب ده هيتعب، اللعيب ده معرض للاصابه. خلي بالك دلوقتي علم التدريب يا كابتن تقدم جدا. انت من التحاليل ومن الدي ان ايه بتعرف اللعيب قبل ما تجيله الشد ممكن يتصاب امتى، هيتصاب امتى. أيوه. انت من التحليل بتاعه. المشكله التحاليل ما تعرفش كان بيعرف يلعب ولا لا. لا سيبك من الناحيه الفنيه. لا سيبك من الناحيه الفنيه، اذا كان يباصي اسوء حاجه تخلي مش عارفين نوصل لها. لا دي لسه مع انه يباصي ولا مهارته تبقى وحشه. مشكله والله. لو اتعملت هتضحك. لكن انا والله لا دي لا يمكن تتعمل. لكن انا بكلمك عن ايه. لا خد بس استنى بس هكملك بقى الحته دي مهمه قوي، لان دي هي مربط الفرس. ان احنا كمان كمدربين بقى مديرين فنيين بتوع الفرق لازم يجيبوا اجهزه البولر اللي احنا بنستخدمها في تقنين الاحمال بتاعت اللعيبه. دي هتساعدك كويس قوي تعرف بقى المحاله الماديه مش ليه بيه ده اقل نادي اقل نادي من غير ما اقول اسمه. الجهاز بيشتغل، السيستم ده مش غالي خالص دلوقتي. فانت مقارنه بربع عقد لعيب بالاسعار ربع عقد لعيب إيه؟ السيستم ده ممكن يبقى ربع عقد لاعب. بس ده بقى بيعمل لك ايه كمان، بيعمل لك ايه، بيقنن لك يخليك تعرف انت واقف فين. أي. وتعرف بقى الاصابات قبل ما تحصل، قبل ما يجي الكابتن ايمن يجي له شد في الخلفيه اكون انا مريح. تعالى كابتن ايمن ريح خلاص، كفايه عليك 50 دقيقه، كفايه عليك 60 دقيقه، الماتش الجاي ممكن تزود شويه. وهكذا. لو انت عايزه، لو مش عايزه كمل. لو ما عايزه سيبه. طب بعد اذنكم نروح لمراسلنا فاروق صلاح ملعب مباراه. مساء الخير فاروق.
كل التحيه للكابتن ايمن شوقي ولنجوم الاستوديو التحليلي، نجوم ملعب النادي الاهلي، كابتننا الكبير الكابتن علاء ميهوب، كابتن محمد يوسف، كابتن عادل مصطفى، والكابتن هاني العجيزي. في البدايه كابتن ايمن، خليني انقل لحضرتك حاله السعاده والانبهار اللي عند جمهور النادي الاهلي. يعني احنا هنا متواجدين داخل ملعب مختار التتش، هنا كتبت سطور من التاريخ قيل عنها يحكى ان، واليوم قناه الاهلي تتجلى في ثوب جديد تتحلى لتقول للجميع وعدنا في اوفينا. قبل ما ننقل نبض الملعب، خليني انقل نبض الشارع وسعاده جمهور النادي الاهلي، لان دورنا ان احنا بنؤدي رساله، رساله جمهور النادي الاهلي لكل الجمهور اللي بيقابلنا في النادي. رجعتونا تاني للبيت الكبير، بيت النادي الاهلي، حاله من السعاده عند الجمهور لعوده وظهور الكابتن، وجود الكابتن ايمن شوقي في قناه النادي الاهلي. لو هنتكلم النهارده بقى كابتن ايمن على مباراه الودية ما بين فريق الأهلي والجونة، هي ثاني اللقاءات الودية لفريق النادي الأهلي، وأيضا هي ثاني لقاءات الودية لفريق الجونة. فريق الجونة ضمن البرنامج التدريبي الموضوع عقب قرار الدولة المصرية باستئناف النشاط وعودة استئناف المسابقات المحلية والرسمية، كان بدأ فترة تدريبه الأولى مع مطلع شهر يوليو الحالي، بدأ بمراحل تدريب متنوعة، خاض لقاء أول أمام فريق مصر انتهى بالتعادل، والنهاردة هو ثاني اللقاءات أمام فريق النادي الأهلي. أنا موجود معك كابتن أيمن وضيوف الاستوديو التحليلي، أي استفسار أي تساؤل؟ هنا موجودين قبل انطلاق مباراة الأهلي والجونة. عندنا تساؤل بس عن المباراة الودية بتاعت الجونة امبارح مع اف سي مصر، انتهت نتيجتها بإيه؟ ممكن تجيبها لنا؟ انتهت المباراة بالتعادل السلبي بالظبط يا كابتن أيمن، انتهت المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف ما بين فريق الجونة وفريق مصر. كان لينا لقاء مع الكابتن رضا شحاتة وكلام مع مستر بيدرو المدير الفني لفريق الجونة، اللي وضح ان الهدف يعني حالة سعادة عند الجهاز الفني طبعا من عودة النشاط الرياضي واستئناف النشاط الرياضي، والجميع ملتزم بقرار الدولة المصرية، وقال مش هينفع ان كلنا نغرد او حد مننا يغرد خارج سرب الدولة المصرية، ودي كانت من الامور المهمة. عقب مباراة الأهلي اللي هي مباراة اليوم، أيضا في مباراة أخرى لفريق الجونة تكون أمام فريق الإسماعيلي قبل استئناف بطولة الدوري الممتاز. ده ما حضرتك عارف يا كابتن أيمن، فريق الجونة بيضم مجموعة من اللاعبين المميزين، أغلى يعني مجموعة برضو من اللاعبين المعارين من فريق النادي الأهلي. عنوان العلاقة الطيبة اللي بتجمع دايما ما بين النادي الأهلي وفريق الجونة سواء على مستوى مجالس الإدارة أو اللاعبين أو الأجهزة الفنية، دي الصورة الموجودة حاليا هنا في ملعب مختار التتش، الملعب اللي صال وجال عليه الكثير والكثير من نجوم النادي الاهلي، ابرزهم الاستوديو التحليلي المدجج بالنجوم، نجوم النادي الاهلي يا كابتن ايمن. شكرا فاروق، الف الف شكرا، ما تروحش بعيد. ماشي كابتن عادل، شايف شكل المنافسه ايه بعد عوده الدوري؟ هل هيكون في منافسه حقيقيه بعد فتره التوقف ديت؟ احنا هناخد يعني اعتقد كل الفرق على حسب برضو الاستعدادات بتاعتها، وعلى حسب مدى يعني استيعاب الشغل البدني والفني للفرق، هناخد 4 أو 5 أسابيع هتلاقي الدنيا مش مظبطه للفرق، مش هتديك احسن مردود. ولكن الفرق الاربعه المنافسين فوق، كل الفرق مش هتديك المردود اللي كان موجود قبل كده. أي. بس بالنسب متفاوته، ولكن يعني بنتكلم عن شكل المنافسه فوق. شكل المنافسه يعني اعتقد يعني النادي الاهلي يعني هيركز في البدايه ينهي المسابقه بدري، ودي حاجه مهمه جدا، ان احنا النادي الاهلي لا بيعترف ان المسابقه انتهت وهو في المركز الاول، ولا بيعترف ان المسابقه انتهت وهو في المركز الثاني او الثالث او ايا كان يعني. فلازم المسابقه تنتهي فعليا بفرق النقاط يكون صح، اكبر من فرق نقاط المباريات المتبقيه. مظبوط. بقيه الفرق هيبان في اول 3 4 ماتشات مين يبقى موجود. اعتقد في فرقه هتتاثر، يعني فرقه زي المقاولين هتتاثر جدا، فرقه المقاولين كانت ماشيه بشكل كويس جدا قبل التوقف، فاعتقد من الفرقه اللي هتتاثر ان هي كان بالنسبه لها، واعتقد من فرقه المقاولين من الفرقه اللي كانت بتحارب جدا ان الدوري يكمل، ان الدوري يكمل على طول، يعني هو كان بالنسبه له انا موجود في مكان كويس في مركز ثاني، هيبقى فين بعد كده. فاعتقد المقاولين ممكن يتاثر شويه، مش عشان مستواها يقل، ولكن هتلاقي الامور خلاص كله بدا من الصفر، فالافضليه اللي كانت عند المقاولين قلت شويه. بقيه الفرق هيبان مع الوقت، ما تقدرش تحكم دلوقتي، ما تقدرش تقول مين اللي مستعد في الماتشات الوديه ان هو باين انه يبقى كويس. أيوة. يعني ممكن تلاقي فرقه بتخسر
وتلاقيها في الماتشات الدوري بدأت بشكل كويس جدا. فهي على حسب الإعداد اللي انت عملته وعلى حسب التجهيز الفني والبدني والنفسي للعيبة. خد بالك برضه هتحتاج تجهيز نفسي كتير جدا وهتحتاج كلام كتير جدا الفترة الجاية، ان هي مش بدني بس، انت محتاج كمان يبقى عندك راحة بعيد عن التدريب، ومحتاج ان انت تكون مركز جدا، ان لو انت مش مركز هتتعور. الحمل البدني الكتير اللي هيبقى كل 3 4 ايام مباراة محتاج تركيز جدا، ومحتاج استشفاء كويس جدا، محتاج انك تبقى مركز في ادوات الاستشفاء بتاعتك، اذا كان جاري او اذا كان عندك اجهزة، ده مهم جدا. فاعتقد الفترة الجاية بداية اول اربع مباريات شكل الدوري هيبان جدا فوق وتحت. إيه كابتن علاء ميهوب، عندنا مدارس متعدده في التدريب كويس. بالنسبه لمستر فايلر دي ثاني مباراه ليه، ومستر بيدرو دي ثاني مباراه ليه. هل بعد فتره التوقف الكبيره ديت عدد مباريات الماتشات الوديه بيفرق بين مدرب للتاني؟ يعني هل مباراتين كفايتين لتجهيز الفريق للمباريات الرسميه الاسبوع الجاي؟ هي مدارس ايمن زي ما انت اتكلمت، على نوع، على حسب الفريق اللي بتمرنه. في مدرب بيحتاج يعمل مباريات كتير جدا، هيدخل لعيبته بدني وفني، ولينه ما استفادش كويس بفتره التوقف. في مدرب يقول لك هو يعني خد كفايته كويس قوي من حته التدريبات، ومحتاج بس ياخد ايه نظره في الاخر على الناحيه الفنيه، انت وصلت فين فنيا، انت بدينا وصلت لايه. لكن هو بقى عنده ثقه في لعيبته كويس قوي ان هم جايين مش صفر، زي ما كنا بنتناقش وقت انا ويوسف، ان هي بتفرق من فريق لفريق، من مدير فني لمدير فني، من نوعيه لعيب، من تفكير لعيب نفسه. يعني في لعيب بياخد 5 شهور كان هاني بيتكلم ان هي فتره طويله قوي، خلاص بقى وفاهم، فحته الرجوع تاني بتبقى مشكله صعبه جدا. كويس، عشان يرجع تاني دي بتاخد وقت منه. يعني عادي بقول بعد اربع خمس مباريات ده ممكن كمان بعد كده انك تاخد تحس ان اللعيب بدا يستعيد فورمته، او بدا يستعيد مش كل الفورمه طبعا، او مش كل مستواه، بعض مستواه. لكن في مدرب بيحب يعمل مباريات وديه كتير جدا، يقول لك لا انا عايز اتاكد من لعيبتي بدنيا وفنيا. هي على حسب يا ايمن نوعيه لعيبتك ايه، انت تفكيرك انت ايه. لكن هي كل المدارس في الاخر انت ما تقدرش تقول ده غلط وده صح، هو كل واحد على حسب تفكيره هو. يعني مستر فايلر هو خلاص مورتين وديتين، خلاص هو لحد كبير قوي هيطمن على الناحيه البدنيه، ان هو فنيا النادي الاهلي ما شاء الله لعيبه على مستوى عالي جدا، فمش هياخد وقت. قول كويس. لا هاخد منك للكابتن محمد يوسف في النقطه دي بالذات. اتفضل. لو بصينا لجدول الدوري هنلاقي الكلام اللي بيقوله الكابتن علاء ميهوب بيتناسب جدا مع النادي الاهلي، هو في المركز الاول، كلام كله اللي الكابتن علاء ميهوب قاله يمشي مع النادي الاهلي. نادي الجونه في المركز ال11 ب20 نقطه، هل الكلام اللي قاله الكابتن علاء ميهوب عن النادي الاهلي ينطبق على الجونه في المباراه الوديه؟ يعني اعتقد انه ممكن يبقى محتاج مباريات شويه، يعني يلعب مباراتين ثلاثة أربعة، يعني انا قصدي ان يزود شويه على عدد مباريات الوديه. صح. ليه؟ لاني برضو انا عايز اقول رغم ان فريق الجونه في عناصر كتيره جدا من النادي الاهلي، فهنا هتلاقي الثقافه قريبه قوي. يعني بتتكلم في محمد نجيب، في تكلم باسم، اكرم توفيق، احمد ريان، عمرو بركات، عندك اسامي كتيره جدا كانوا في النادي الاهلي وشاربين من النادي الاهلي. واللاعب لما بيعيش في النادي الاهلي وبيشوف اللعيبه الكبيره بتعمل ايه، وبيشوف محمد نجيب لعب في النادي الاهلي 10 سنين، فعنده خبرات وعنده يعني احترافيه، واكيد بينقل ده اللعيبه الصغيره اللي معاه في الفريق. لكن انا بقول ليه يحتاج مباريات اكتر، عشان ينسجموا اكتر، يرجعوا يبقى فيه هارموني اكتر، ويقدر ان هو اصله هو في مكان خطر. خلي جداً بالك جدا جدا، يعني النهارده الجونه 20 نقطه. صح. فان البوزيشن بتاعي برده كابتن ايمن في الجدول بيخلي الفرقه يعني تبقى فين من الشغل، يعني فاهم قصدي ازاي؟ فهو هنا مهدد، فمحتاج ان هو زي ما عادل قال هاخد اربع خمس ماتشات دول ب 15 نقطه، فقبل ما انا لم نفسي في اربع خمس ماتشات الدوري خلص. احنا انا متاكد ان الدور الثاني الدور الثاني بعد ثلاث اربع مرات الدنيا هتولع دايما. الدور الثاني اصعب عموما، اصعب بكتير. ما بالك بقى انت لما هترجع هتلاقي اذا كان في الدوري الانجليزي الارسنال كانوا بيلعبوا اول ماتشين ثلاثه، بصيت لقيت بص الاصابات كانت عامله ازاي. صحيح. ارتيتا مغير في اول مباراتين، كان مغير والدوري الالماني والناس دي شغاله. انا اللي عايز اقوله ايه، ان انت هتلاقي مفاجات وهتلاقي فرق هيحصل لها دروب، وانا متوقع كمان بقى
زياده على السؤال بتاعك، انا متوقع ان في فرق في المقدمه ممكن تفاجئ بمستواها خالص حاجه تانية، ما قبل حاجه تانية ما قبل الكورونا. أيوه. فاهم قصدي ازاي؟ أيوه. وطبعا العكس كذلك هتلاقي أيوه. فرق تحت، يعني انا متوقع مثلا مصر المقاصه مع ايهاب جلال، ايهاب من المدربين اللي بيعرفوا ينظموا احمالهم كويس جدا وبيعرف يطلع بال يعني الموضوع مش احمال بس. أيوه. انا ممكن اعلي التكتيك قوي وابقى فرقتي انضباطها التكتيكي او التاكتكس بتاعتها عاليه، وبالتالي اقل شويه في البدني. كل ما بتعلى في التاكتكس كل ما البدني بتاعك بتقدر توفر فيه وتقدر ايه تشتغل بيه بشكل كويس. لو انت قلت في التاكتيك هتحرق بدني جامد، هتضطر تجري ورا الكوره كتير. فايهاب من الفرق مثلا اللي هتبص تلاقيها ماشيه بالمقصه الى حد ما وطالعه بيها في مكان تاني. كذلك برضو متوقع فريق زي مثلا المصري ممكن يعمل قفزات لقدام، والعكس كذلك بالنسبه للفرق اللي خلينا نشوف ايه الشطاره بتاعت المدربين، خلينا نشوف ايه الشطاره بتاعت المدربين المساعدين والاحمال، وبالنسبه لاحترافيه اللاعبين مستوى الاحترافي بتاع اللاعبين. بالنسبه لشطاره المدربين كابتن هاني العجيزي، نادي الجونه من الفرق اللي غيرت مدربين كتير جدا السنه دي، تمام، هل ده هيبقى ليه تاثير سلبي على فرقه الجونه بعد فتره التوقف؟ اكيد طبعا يا كابتن ايمن، اكيد تغيير المدربين ده ساعات بيبقى مش في مصلحه النادي او في مصلحه اللعيبه الموجوده، وممكن يبقى في مصلحه اللعيب اللي ما بيلعبش، ان انت انا مثلا ببقى موجود ما بلعبش مع مدرب بتمنى ان هو يمشي عشان اخد فرصتي مع المدرب الجديد، وساعات المدرب الجديد بيجي برده ما بيلعبنيش، وساعات ببقى انا ايه تبقى التاثير كده من عند انا. فطبعا تغيير المدربين ده بيبقى طبعا انا شايف ان هو مش حاجه صح طبعا في خلال الموسم وفي في استئناف المسابقه. الكلام ده لو مثلا في توقف كبير، ممكن في التوقف اللي فات حصل في ايام الكورونا، ممكن عندك وقت مساحه ان انت ممكن تغير ومدرب يجي يشتغل ويبدا من جديد فتره اعداد جديده ويبدا يشوف اللعيبه ويقيمها كويس جدا. لكن في ظل المنافسه وهي شغاله، انا بصراحه مش مع حته ان التغيير المدرب ده في خلال السيزون بيبقى شغال، يعني بتبقى صعبه شويه على اللعيبه يعني. طيب نجومنا بعد إذنكم هنروح لفاصل ونرجع مرة ثانية بعد الفاصل.
ورجعنا لكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، والسؤال دلوقتي للكابتن محمد يوسف. النادي الاهلي لعب مباراه وديه مع سموحه وكسب 4-0 وتالق جميع اللاعبين وبخاصه كهربا. شفت المباراه دي؟ اتفرجت عليها. كانت مباراه طبعا هي اول مباراه للنادي الاهلي. الريتم كويس يعني، كلمني على المستوى الفني والاداء البدني. ما عشان كده كنا بنتكلم على هل فتره كافيه ولا مش كافيه. فالبدايه وبتلعب مع فرقه سموحه برضو، فريق سموحه كان خسران من الزمالك قبليها 5، ف بس في النهايه فريق سموحه عنده امكانيات، عنده قدرات لاعبين حتى فرديه ومهاريه كويسه، مع مدرب كويس، مع مدرب طبعا كابتن حمد صدي. لكن الاهلي كان ريتم كويس جدا، كان بادئ بتشكيل طبعا مكون من الشناوي في حراسه المرمى، كان شبه اساسي، علي معلول في الشمال، محمد هاني في اليمين، محمود وحيد وجنبه ياسر سوري ايمن اشرف، اليو ديانج وعمرو السليه، الاثنين الارتكاز اللي كانوا بيلعبوا على طول باستمرار في الدوري، وبعدين قفشه وكهربا وجيرالدو، وعندك قدام كان اليو بادجي. فده تشكيل يعني يعتبر شبه اساسي يعني بنسبه كبيره جدا، لعيبه كلها بدا بيها فايلر في الدوري. كلنا شفنا طبعا الاهداف اللي جت، اهداف يعني بصراحه الهدف الاولاني كهربا جايبه بمهاره عاليه جدا، الهدف الثاني عجبني جدا لكهربا برده، كان من اوت عمله له شكري وراح عمل ترن وحط الراجل في ظهره وراح اسف ده صنعه كهربا لمروان محسن. كان برده من الاهداف واضح ان هم ممكن يكونوا يا اما اتفقوا مع بعض عليها، لان كهربا كان بيتمشى الاول وبعدين راح عامل سبرنت وراح حط المدافع بتاع سموحه في ظهره وراح شكري لمهاله في مساحه مشي بيها وعملها لمروان كان جاي قاطع. متفقين عليها ولا متدربين عليها؟ انا ما شفتهاش في الدوري يعني الاوت ده ما شفتوش في الدوري معاهم، بس ممكن يكون كهربا خلقه. انا شايف ان كهربا هو اللي كلم، اللي خلق الموقف اعتقد كده، ان كهربا اداله الكوره وهو اللي دلع بسبين راح مديها له الكوره، كان هو جايبها فاداها له زي ما تقول ايه يعني اتمشى شويه، فمدافع سموحه كان يعني زي ما تقول اطمن يعني ان كهربا مش هيستلم الكوره، وبعدين راح لافف واخدها في مساحه. عموما بصفه عامه كهربا كمان جاب الجون الثالث حلو قوي من العرضيه بتاعت فتحي. فاللي انا عايز اقوله ان الاداء كان كويس، في فرص خدوها لاعبين طبعا زي الشباب زي محمد شكري، عربي بدر في الشوط الثاني برضو، العناصر دي رامي ربيعه كمل مع ياسر ابراهيم، محمود وحيد سوري محمود متولي وايمن اشرف خرجوا، ونزل احمد فتحي في اليمين، نزل خط الظهر كان اتغير بشكل رامي كامل، رامي لعب سيرد باك جنبه ياسر ابراهيم، وفي ناحيه الشمال لعب محمد شكري اللي هو الناشئ من قطاع الناشئين. عربي بدر خد في وسط الملعب مع السوليه، اليوديانج ريح. فانا عايز اقول ان بشكل اجمالي الاهلي استفاد من التجربه دي، استفاد من التجربه، اطمن على عناصر، شاف الشخصيه بتاعه الولاد الصغيرين كمان دي مهمه جدا، شاف هو كمان وصل لقد ايه في الانسجام بتاع قفشه مع جيرالدو مع كهربا، دي مهمه جدا، اليو بادجي، وبعدين نزل مروان الشوط الثاني. انا عايز اقول دي مهمه جدا ان انت برضو درجه الانسجام بتاعتك وصلت لغايه فين، هل من التدريبات كافيه، مباريات الوديه سموحه والنهارده هيلعب مع الجونه هتدي له مؤشر برضو هل هو كده بشكل كافي ولا ممكن يحتاج اكتر في التدريبات. فدي طبعا كلها يعني نقاط هيبدا يقف عليها النهارده بالنسبه لفايلر. هنروح لملعب مباراه مع كريم احمد وفاروق صلاح، معانا التشكيل بتاع النادي الاهلي وتشكيل نادي الجونه. بجد التحيه ليك كابتننا الكبير كابتن ايمن شوقي، وبجد التحيه ايضا كمان لكل نجوم الاستوديو التحليلي. بالفعل يعني نقدر نقول منذ لحظات بسيطه جدا كان في محاضره فنيه لمستر فايلر طبعا للتشكيل ووضع الرتوش الاخيره طبعا على التكتيك اللي هيقوم به فريق النادي الاهلي في مباراه اليوم الاهلي والجونه على ملعب مختار التتش. ابدا معاك كابتن ايمن بتشكيل فريق النادي الاهلي في حراسه المرمى الشناوي، خط الظهر من الشمال اليمين علي معلول، ياسر ابراهيم، محمود متولي، محمد هاني، امامهم اليو ديانج وعمرو السليه،
امامهم ايضا وليد سليمان على الاطراف، جونيور اجاييه ورمضان صبحي ومروان محسن. يعني طبعا زي ما حضراتكم اتكلمتوا في الاستوديو في بعض الاختلاف في التشكيل ده بالنسبه لتشكيل مباراه سموحه اللي فاتت. نقدر نقول مستر فايلر بيحاول ان هو يجرب كل اللعيبه اللي بدا بيه، بيحاول ان هو يدعم في بعض العناصر. يمكن شفنا بادجي في المباراه الاولى، بنشوف النهارده مروان كراس حربه، رمضان صبحي لم يشارك في المباراه مباراه سموحه، بنشوف النهارده بيشارك. ان شاء الله باذن الله يكون تشكيل مميز، يكون النادي الاهلي ان شاء الله كالعاده ينفذ التكتيك، ينفذ كل الجمل التكتيكيه اللي طلبها منه مستر ريني فايلر النهارده باذن الله. زي ما بنقول اهم حاجه ما يبقاش في اي اصابات. يعني النهارده انا شايف محمود وحيد النهارده يعني بيجري حوالين الملعب، سالته سريعا كده عنده شد بسيط في العضله الخلفيه، يعني ان شاء الله باذن الله يعود سريعا. محمد محمود كمان عايز اطمنكم عليه، نقدر نقول بعد العيد ان شاء الله هينزل بكل قوه يشارك مع التدريبات الجماعيه لفريق النادي الاهلي. فان شاء الله كل اللعيبه اللي غابت الفتره اللي فاتت نستفيد منها ان شاء الله عقب انتهاء اجازه العيد ان شاء الله باذن الله. كل اللعيبه تشارك، كل اللعيبه تدعم النادي الاهلي. المرحله اللي جايه محتاجه تكاتف وتلاحم كبير جدا لكل لعيبه النادي الاهلي، وان شاء الله باذن الله تكون جرعه تدريبيه جيده لفريق النادي الاهلي. عوده لك يا كابتن ايمن. شكرا كريم، معانا لحد اخر مباراه ان شاء الله. هنروح مره ثانيه لفاروق صلاح وتشكيل الجونه. اتفضل فاروق. معانا فاروق. طيب هنرجع لك مره ثانيه فاروق. بالنسبه لتشكيل النادي الاهلي النهارده، كلنا معانا تشكيل سموحه طبعا، ماتش الاهلي وسموحه. ممكن تكلمنا على التغييرات كابتن عادل مصطفى؟ هو التغييرات يعني انا شايف ان هو هيبدا في ثبات في التشكيل في اماكن معينه، والتغييرات هتبقى شويه يعني معظمها في الخط الهجومي مع دخول ياسر ابراهيم. المباراه اللي فاتت كان موجود كهربا، كان بيلعب طول الوقت ناحيه اليمين بالذات الشوط الاول، وكان موجود جيرالدو، ولما جيرالدو خرج ونزل الشيخ بقى الشيخ هو ناحيه يمين وكهربا ناحيه الشمال، ادى مردود احسن. بس في كام نقطه فنيه مش هقول ان هم ما كانوش موجودين في الفتره اللي فاتت في النادي الاهلي، ولكن هيبدا يعني حاسس ان بعد مباراه سموحه هيبقى في تركيز عليهم اكتر. في لو شفت الهدف الاول لسموحه هتلاقي ان معظم لعيبه الخط الامامي اللي تحت راس الحربه اذا كان كهربا او جيرالدو او قفشه او اليو بادجي كلهم موجودين ده جوه ال 18، كلهم موجودين مفضي مساحات كتير جدا للباكين ان هم يطلعوا فيها اذا كان علي او هاني، ودي بتعمل صعوبه جدا على الفرق المنافسه في انك ازاي تقدر تراقب المجموعه دي. الاربعه اللي موجودين جوه الملعب الوينجين بيدخلوا جوه الملعب في منطقه اسمها الهاف سبيس. الهاف سبيس دي مش اي مدرب يفضل بيبقى مركز فيها ويبدا يتعامل فيها، ان هي بتبقى فيها صعوبه جدا ان لعيبه الوينج بيدخلوا جوه الملعب ما بتعرفش مين اللي هيقابلهم، الباك اللي هيشتغل عليهم ولا الوينج اللي هيدخل يقفل عليهم ولا لعيبه نص الملعب اللي على الدايره هم اللي هيشتغلوا عليهم، بيبقى فيها صعوبه شويه وليها كذا كذا طريقه. ان ممكن الباك يطلع بقى في عندك الوينج بقى عنده اريحيه في الاستلام، بقى لو في تركيز مع الوينج بقى عندك اريحيه للباك في الاستلام، بتدي كمان مرونه جوه ال 18، بتدي كسره عدديه جوه ال 18، بتلاقي اربع لعيبه موجودين مع تكمله كمان السوليه، تتكلم في خمس لاعبين، واللاعب اللي بيرفع كروس من الناحيه الثانيه لو جبنا الكوره من اولها هتلاقي الاربعه موجودين جوه ال 18. يعني الاربعه موجودين، بص الاربعه موجودين فين؟ نوقف الكاميرا لو سمحت، لو قدرنا نوقفها. الاربعه موجودين جوه، وهاني موجود وعلي معلول موجود والسوليه كمان مكمل معاهم. يعني بص ادي اربعه موجودين وكمان ديانج هناك، ده السوليه. نقف الكاميرا. الاربعه اللي موجودين دول دي المنطقه دي اسمها زون 14. زون 14 دي اصعب منطقه تلعب فيها كوره، واخطر منطقه لاي اي فرقه في العالم تقدر تشتغل في الحته دي. الاثنين الموجودين تتكلم في اربعه جوه المنطقه دي، مع سوليا خمسة، مع هاني ستة، مع ديانج سبعة، بتتكلم في ثلاث لاعبين موجودين بس تحت الكورة. في صعوبة جدا حتى لو بصيت على وجود كهربا، الناس اللي موجودة في الأربعة اللعيبة مش معظم الفرق المصرية هتعرف تشتغل ده. معظم الفرق المصرية مش هتعرف تركز مين اللي هيدخل، الأربعة اللي هيدخلوا ولا لعيبة نص الملعب. فدي النقطة أعتقد لو النادي الأهلي اشتغل عليها الفترة الجاية هتبقى في صعوبة جدا على الفرق، حتى لو اتذكرت هتبقى فيها صعوبة شوية. وده اللي مدي هيدي اريحيه شويه للباكات كمان ان هم يشتغلوا كويس. بس في نقطه في الحته دي، في الحته بتاعت الهاف سبيس دي، بيبقى الافضل ان اللي بيشتغل جوه الملعب بيبقى على عدلته، ما يبقاش برجليه، بيبقى برجله العكسيه. فده النهارده لو وليد هو اللي موجود ناحيه اليمين هيفرق جدا. يعني لو وليد ما لعبش 10 واجاييه هو اللي لعب 10، اعتقد ما اعرفش ايه اللي هيحصل في المباراه. ممكن تتلعب 4-4-2 صريح بمروان وممكن تحتيه اجاييه، وارد
ويبقى هو اللي موجود جوه الملعب، بقت 4-4-2 صريح، وبقى فيه بقى وليد بيدخل جوه الملعب بيستلم من جوه الملعب، ورمضان هيدخل يستلم من جوه الملعب، فكل واحد هيبقى على عدلته. عكس المباراه اللي فاتت، المباراه اللي فاتت شويه كهربا بيدخل مش على عدلته وجات له كذا كوره الشوط الاول ما اتصرفش بيها بشكل كويس ان هي مش عدلته. وبرده نفس الشيء جيرالدو لما دخل جوه الملعب برده مش على عدلته. انت محتاج برده يبقى الرجل العكسيه هي اللي جوه الملعب عشان يقدر يبقى فيه استحواذ اكتر. فدي نقطه اعتقد النهارده هنشوفها طبعا، هل هي مقصوده او هي مترتبه، ولا ده هيبدا يشتغل عليها الفتره الجايه ولا لا. وده هيدي برده ان اللي بيلعبوا بقدم العكسيه جوه الملعب بيدي اريحيه كمان للمدافعين للباكين، ان هم لما بيطلعوا الكره بتعطل شويه بتعطل سنه صغيره. فدي الحته الفنيه اللي هي هتبقى يعني هنشوفها الفتره الجايه، هل هي مقصوده او جت بمحض صدفه، بس اعتقد ان هي مقصوده. طيب هنروح لمراسلنا في ملعب التتش فاروق صلاح مره ثانيه. فاروق مساء الخير. فاروق من جديد بجدد التحية بالكابتن أيمن شوقي ونجوم الاستوديو التحليلي وضيوف حضرتك الكرام. كابتن أيمن، يعني خلال يعني منذ دقائق أعلن مستر بيدرو المدير الفني لفريق الجونة التشكيل اللي هيخوض به لقائه الثاني أمام فريق النادي الأهلي ضمن البرنامج التدريبي والجدول الموضوع من قبل الجهاز الفني والإدارة الفنية الخاصة بفريق الجونة. طبعا التشكيل بيختلف تماما عن التشكيل اللي خاض به لقاء الأمس أمام نادي مصر. بيمثله في حراسة المرمى إسلام طارق، اتنام قدامه اتنين قلبي دفاع لؤي وائل رقم 5، محمد نجيب رقم 24، في اليمين احمد صبحي رقم 2، في الشمال عمرو سعداوي رقم 30، اتنين في قلب دايره المنتصف محمد ليلى رقم 6، ناصر ناصر رقم 26، قدامهم 3 اسلام محارب رقم 22، الان كيامبادي رقم 20، احمد حمدي رقم 7، وراس حربة وحيد هو احمد ياسر ريان رقم 9. من الامور المهمه جدا يا كابتن ايمن ان التشكيل بيضم 6 لاعبين سبق لهم ارتداء قميص النادي الاهلي، منهم 5 هم نتاج قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، اسلام محارب وعمرو سعداوي واحمد حمدي ولؤي وائل واحمد ياسر ريان. بيدير اللقاء طاقم تحكيم بقياده احد الحكام المميزين كابتن محمد صباحي 40 عام، واحد الحكام المرشحين للقائمه الدوليه. يعاون في هذا اللقاء ايهاب فخري مساعد اول، ونور سعيد مساعد ثاني، والحكم الرابع احمد ناجي. كان حريص مستر بيدرو المدير الفني كابتن ايمن ان هو يعني التزام ببروتوكول التباعد الاجتماعي ما بين اللاعبين، والقى المحاضره الفنيه للاعبين في ارض الملعب، وايضا حريص على كيفيه استغلال مباراه النادي الاهلي واهميه هذه المباراه وان هي تجربه قويه لفريق الجونه. وفريق الجونه يعني اتكلمنا مع المستر كابتن رضا شحاته ومستر بيدرو، كان لعب 18 لقاء في الدوري، فاز في 5 وتعادل في 5 وتلقى الهزيمة في 8 لقاءات، أحرز 15 هدف واستقبلت شباكه 24 هدف. دي كانت كل التفاصيل كل الأخبار من هنا من داخل بيت الكبير بيت النادي الأهلي ومن داخل ملعب مختار التتش. الكلمة تعود من جديد للكابتن أيمن شوقي. كابتن أيمن لو أي استفسار أي تساؤل أنا موجود مع حضرتك. شكرا فاروق. رجع لكم مرة تانية ومع تقرير لمباراة إيناسيو وإيمانويل إيمونيكي لقناة الأهلي الجديدة بعد التطوير. My name is Emmanuel Amuneke, former African footballer of the year. I want to use this opportunity to congratulate Ali for their big success they have achieved when it comes to football in Africa. I also want to use this opportunity to congratulate them for the new television channel that they have opened. And I pray it will be a very big success. Congratulations and God bless you. And I also want to thank the fans for all their support during my days as a player and also as a coach. I want to appreciate you. Thank you very much and God bless you. Parabéns ao Alali pelo novo lançamento do canal TV do clube. Mostra a grandeza deste grande clube, não só a nível do Egito, não só a nível do continente africano, mas também a nível mundial. O que mostra realmente que o clube está a se modernizar e quer ainda mais para o clube e para os seus fãs. Por isso, tudo bom para este novo projeto. E que o Alali seja cada vez mais modernizado e através deste canal de certeza absoluta que vai ser uma ferramenta ainda melhor para
contentamento dos seus fãs. Por isso, grande abraço para o Al-Ali, grande abraço para os seus fãs, grande abraço para os meus fãs aí no Egito e desejo tudo bom. Grande abraço, Augusto. ورجعنا لكم مرة تانية. كابتن علاء، تعليقك ايه على كلمة ايمانويل؟ زي كل الناس كلها بتشكر في النادي الاهلي والانفتاح الحلو جدا في قناة النادي الاهلي، وعارفين قيمة النادي الاهلي، واي حاجة بتحصل في النادي الاهلي تبقى حاجة قيمة جدا، مع العلم بانه لاعب في نادي الزمالك عادي. لكن هو اصل الناس دي ايمن بتتكلم اللي شايفاه واللي عارفاه، بغض النظر على انتماء ايه، كنت اهلي او زمالك، انا لو شفت حاجة كويسة في اي حتة هتكلم عليها حلو. فما ينفعش بحاجه كويسه وحاجه حلوه قوي وانت بتتكلم في حته ثانيه خالص. هو لو مش عايز يقول اللي شافه او الحقيقه مثلا، كان رافض ان هو يعمل المداخله او يعمل التصريح ده خالص، ومن حقه مش تكبيره. لكن هو عارف ان قيمه النادي الاهلي، قناه النادي الاهلي، فبيتكلم ان هو شايف حاجه حلوه قوي. طب انا ما اقولش عليها حاجه حلوه ليه؟ ده حاجه طبيعيه جدا، الواحد لما يشوف حاجه حلوه بيقول عليها حاجه حلوه بغض النظر عن لعبت فين. لكن تسمع اسم النادي الاهلي او حاجه خاصه بالنادي الاهلي فانت متوقع ان انت في حاجه مبهره. طبعا قناة الاهلي ما ينفعش حد بقى لو في المريخ يتكلم عليها ان هي حاجه فعلا مش مبهره. طيب معانا تشكيل النادي الاهلي، وشايفين في تشكيل النادي الاهلي ان النهارده في ثلاث تغييرات في الشوط الاول. هنبدا برمضان صبحي، هنبدا بوليد سليمان، وهيبدا ياسر ابراهيم. يمكن ياسر ابراهيم نزل الشوط الثاني. هل التشكيل دوت هو اللي استقر عليه مستر فايلر ان هو ده التشكيل النهائي او شبه النهائي اللي هيبتدي بيه المباراه الجايه ضد انبي؟ لا طبعا، هو بيعمل عامل تشكيلين، تشكيل المباراه اللي فاتت مع سموحه، وغير بعض اللعيبه. لكن اعتقد هو التشكيل في دماغه اكيد يعني بنسبه 90% موجود، لكن هو بيطمن. يعني هو النهارده بيطمن على بعض اللعيبه بدنيا وفنيا، وبيشوف حته التنفيذ ايه. بعض الاماكن بسيطه جدا ايمن هو عايز يبص عليها، لكن الشكل التشكيل نفسه لحد كبير قوي هو في دماغه، لان هو على طول هو مع اللعيبه وشايف حال كل اللعيبه في التمرين. دايما التمرينات بتديك دايما انطباع ان اللعيب ده وصل لفين. لكن حته التغيير وحته بيدي كل واحد فرصه ويشوف هو وصل لايه بدنيا وفنيا، ده حاجه مطلوبه جدا طبعا، خصوصا ان المباريات مش كتير وما ماتشين. لكن هو طبعا بوجهه نظره ومعرفه لعيبته، ان اكتر واحد عارف لعيبته مدير الفني معاهم يوميا. فهو لا، ده مش التشكيل النهائي، لكن هو بيشوف مين في بعض الاماكن، مين الاجهز، مين اللي ممكن ابدا بيه. لكن انت لو حطيت التشكيلين، التشكيل ده وتشكيل المباراه السابقه ما شاء الله يبتدوا ما عندهمش مشكله، ويعملوا مباراه كويسه، واكيد ان شاء الله يبقى في مكسب، لان دي ميزه النادي الاهلي. عندك كم لعيبه، ما فيش مشكله تبدا بمين، لكن دايما انت بتسيب القرار الاخير للمدير الفني، هو اللي عارف عايز يبدا ازاي. مين اجهز؟ هل النهارده ابدا بمحمد بيوسف، ولا ابدا بهاني، ولا بقى يوسف ياخد 30 دقيقه؟ هو اللي شايف. لكن في كل الاحوال ايمن، انا كمدير فني النادي الاهلي انا قاعد مطمن مطمن اي تشكيل هيلعب، واي تشكيل هيبقى عنده حافز المكسب، واكيد هيأدي اداء كويس. طب كابتن محمد يوسف، بالنسبه للتغييرات الثلاثه اللي عملها النهارده مستر فايلر في التشكيل، خمسه كابتن، خمسه كمان، خمسه. مين الرابع والخامس؟ ياسر مكان ايمن اشرف، ياسر قلناه، ياسر ورمضان ووليد ومروان، وبدا بمروان، مروان بدا بيه، مروان واجاي، واجاي بدا بيه بدل صح، يعني خمسه. بص، هو انا متفق مع الكابتن علاء، الراجل في دماغه التشكيل كويس. الفرق الكبيره والفرق اللي هي بتلعب على بطوله بيبقى التشكيل في دماغ الراجل، لكن هو عايز يطمن. يعني هنا النهارده مثلا رمضان مديله، لان رمضان رجع من اصابه بقاله فتره وما كانش مفنش مع النادي الاهلي في قبل الكورونا، ورمضان من العناصر الاساسيه في النادي الاهلي. يعني هو يهم الراجل قوي ان يحاول يدخل رمضان، وانا متوقع ان رمضان من الناس اللي هتخش مع البدايات الفتره الجايه عشان يبدا يجهزه لافريقيا. فده بالنسبه لرمضان. بقيه العناصر هو بيشوف الـ 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 الاجهز ليه حاليا، من حيث انه يشوف الهارموني بتاع اللعيبه مع بعض، انما التشكيل في دماغه عنده بنسبه مثلا تقدر تقول 90% التشكيل في دماغه. النقطة بس اللي احنا عايزين يعني هو يطلع بيها من المباراة الودية هي عدم الإصابة. مش هيدي حد بشكل، يعني عايز اقول ايه، محدش هياخد بشكل كامل مباراة كاملة، عشان يقدر ان هو من خلال لسه قدامه لغاية يوم 6، يعني بتتكلم في حوالي النهاردة حوالي 8 ايام او 9 ايام كمان، فيقدر يشتغل فيهم بشكل كويس. من هنا
الشكل اللي احنا عايزين نوصل له. النقطه بس اللي انا عايز اقولها ان محمد هاني بدا المباراه اللي فاتت وبدا المباراه دي. محمد هاني لابد ان هو هنا في نقطه، هل هيعتمد على احمد فتحي ولا هيبدا ان هو احمد فتحي؟ لان احمد فتحي شفناه الماتش اللي فات نزل الشوط الثاني، هل الراجل ده هيبان هنا بقى؟ لانه شريف اكرامي بعيد، عاشور طبعا ما كملش، هل هيتبع حته اوروبا؟ انت عارف في اوروبا اللاعب بيكمل لنهايه عقده. احمد فتحي خلاص اعلن ان هو مع بيراميدز، وهل الراجل هيطبق الفكر ده ولا هيشتغل بفكر ان انا هشتغل بالناس بقى اللي مكمله معايا وهم مستقرين ومتواصلين في النادي؟ يعني فاهم قصدي ازاي؟ فدي برضو نقطه هتخلينا هتبان مع الماتشات اللي جايه ايه الفكر بتاع الراجل. هل هيبدا يوظف حد في الباك رايت مع هاني، يبدا يشتغل مع هاني في الحته دي، ولا احمد فتحي هيكمل وبعد كده يبدا يدور بقى على بديل مع هاني؟ دي هتبان في الماتشات اللي جايه يعني. طيب كابتن عادل، المباراه اللي فاتت مستر فايلر غير تقريبا اكتر من 4-5 غيرات الشوط الثاني، هل المباراه النهارده اللي هي التجربه الاخيره قبل مباراه الانبي الاسبوع الجاي، هل ممكن برضو الشوط الثاني نلاقي تغييرات كتير ولعب كتير في تشكيل الفريق؟ لازم، ان مفيش حد يقدر ياخد 90 دقيقه كامله دلوقتي، هي الموضوع هيمشي تدريجي، الحمل لازم يتاخد تدريجي، فصعب ان اللعيب ياخد 90 دقيقه دلوقتي، ممكن يوصل ل 75 دقيقه لو عايز تسيب حد في ملعب شويه، لكن هو ياخد 90 دقيقه كامله دلوقتي اعتقد المدافعين ممكن، لكن الخط الامامي شويه صعبه. ونص الملعب طبعا، نص ملعب يعني، لا ممكن نص ملعب ممكن، لا انا بتكلم على الرباعي الامامي اكتر، بيبقى هو بيبقى موجوده اكتر دفاعيا وهو بيبقى عليه لعيب الهجومي اكتر، فشويه صعب تديله 90 دقيقه. والافضل انك ما تاخدش 90 دقيقه دلوقتي يعني طبعا، فاكيد هتلاقي تغييرات، اكيد هتلاقي في يعني بتتكلم في خط في المدافعين، في روتيشن في المدافعين حصل الماتش اللي فات، هاني لعب شوط، ياسر ابراهيم لعب شوط، ففي روتيشن، علي معلول لعب شوط، أيوه. فبالنسبه له النهارده هيبدا يديله الجزء الثاني اللي هو بيديله الحمل بتاعه اللي هو ممكن يخليه ياخد شوطه شويه يكمل، أيوه. الشوط ويبدا اللعب برده في اللعيبه في الناس اللي موجوده في الخط الامامي، علي معلول اخد شوط ممكن النهارده أيوه. يكمل اكتر، الثلاثه اللي بيلعبوا في تحت راس الحربه كلهم ما اخدوش 90 دقيقه مظبوط، ما اخدوش كمان رمضان ما لعبش خالص، وليد ما لعبش خالص، ممكن يسيب رمضان شويه النهارده، ممكن تتكلم في 70 دقيقه 75 يعني دقيقه مثلا شوط ثاني رمضان يعني كان محتاج يعني يوسف بيتكلم ان هو كان بعيد ولسه راجع قبل كورونا ده، فقال كان بتفهم معاه ان هو ممكن يسيبه شويه انه محتاج يعني غير البيئه طبعا يعني اللعب، فهو ممكن ما ياخدش مش ممكن ما ياخدش 90 دقيقه، واخد بالك دلوقتي ال 75 دلوقتي دقيقه كافيه. وكمان برضو لازم في حته لازم نتكلم فيها اللي هي معدل اعمار، هل وليد هيبقى تجهيز زي رمضان؟ لا طبعا، مختلف تماما. هل لعيبه نص الملعب المدافعين نص ملعب الاثنين ديفندر تجهيزهم زي تجهيز اجاي؟ لا مختلف، بتبقى فيه مختلف، في لعيبه بتاخد جرعات اعلى عشان ترجع لمستواها اكتر، وفي لعيبه بتاخد جرعات اقل شويه فبالتالي ممكن تيجي مع الوقت اكتر. عامل السن برضو رمضان مهما قعد فتره طويله الناس اللي سنها صغير بترجع بسرعه، وكمان رمضان ما شاء الله بدنيا من الناس اللي اتطورت كتير جدا الفتره اللي فاتت، وهو ده اللي فرق في ادائه، اللي فرق في اداء رمضان مش فني، اللي فرق في اداء رمضان التطور البدني اللي حصل معاه في السنه اللي لعبها في انجلترا. فاعتقد هيحتاج الخمس تغييرات، ولكن هو مش مجبر عليهم، ولكن هو هيستغلهم عشان يبدا يقنن الاحمال مع اللعيبه اللي موجوده في الملعب. ويمكن رمضان الفتره الاخيره برضو ابتدى يبقى فعال جدا على الجول. طبعا رمضان في حته في رمضان اتغيرت جدا، صحيح. رمضان كان كل لعبه فردي مزبوط. على الاطراف رمضان انا شايف ان رمضان كمان اكتر واحد اتطور مع فايلر في بالزبط. ان هو بدا يشتغل من العمق كتير مزبوط. في الحته اللي احنا اتكلمنا فيها بتاع الكهرباء وبادجي وقفشه، ان هو بدا يدخل من العمق كتير، واعتقد كان في تركيز فيها كبير جدا في التدريبات، وحتى كمان ده جزء، وحتى كمان عقليه رمضان اختلفت، ان رمضان الاول كان في جزء منه بيعمل مجهود بس مش ايجابي، ما بيديش الايجابيه الكامله، ان هو عنده هدف ان انا النهارده انا هعمل ايه، النهارده في تهديف ولا لا. الفترات اللي فاتت لا، بيشتغل كتير واشتغل من العمق كتير، والحته اللي هي فيها كان فيها شويه مش هقول شو، ولكن فيها شويه هو قدراته مساعده جدا فبتخليه يعمل حاجات انت مش متوقعها، فهو كان بيستغلها بره شويه، لكن الحته دي دخلت جوه الملعب شويه اللي هي
اللي هي الهاف سبيس اللي احنا بنتكلم فيها، الحته اللي ما بعد خط ال 18 بحوالي 15 يارده، ال 10 متر او 15 متر دول هم دول دي المنطقه الخطره دلوقتي للوينج ان هم بيشتغلوا فيها، بيقطع من جوه الملعب ويبدا يشتغل. وشفناه في جول مباراه سموحه اعتقد، وفي الحرس الحدود يعني في كذا مباراه، او سموحه مباراه سموحه في الدوري اشتغل فيها كذا مره وبدا يصنع فرص اكتر. فاعتقد رمضان برده من الناس اللي اتطورت مع فايلر بشكل كبير. هو اصلا فكر الراجل فكر هجومي جدا، وحابب ان كل الخط الامامي يبقى ليه فعاليه على المرمى. انا عايز اضيف حاجه بس طبعا بالنسبه للكابتن عادل، بالنسبه لرمضان، رمضان برده حته المنتخب الاولمبي فرقت معاه كتير جدا، لان هو كان كابتن الفرقه في الوقت ده، والاعتماد يعني انا عارف كابتن شوقي كان بيعتمد عليه ازاي، وكان دايما كل الاجتماعات كانت بتبقى مع رمضان، لان عارف ان رمضان شخصيته قويه وشخصيه قياديه، وده اللي وضح عليه في البطوله فعلا. حتى اللعيبه كلها لما طلعت تتكلم كانت بتتكلم ان رمضان لامم اللعيبه دايما. كابتن ايمن كان بيبقى فيه لعيب اللعيبه تحب تسمع له، يعني ده هم واخدينه ان هو راجل قيادي، ان هو اي حاجه بيقولها ماشيين وراه. فرمضان الفتره بتاعه المنتخب الاولمبي دي تقريبا انا متاكد ان هي فرقت معاه جامد في الشخصيه كمان، وفي الحته البدنيه طبعا زي ما كابتن عادل قال في حته ان هو كان في الاحتراف بره، دي فرقت معاه جامد جدا يعني. بس هو بالنسبه للمستوى الفني لرمضان يا كابتن محمد، رمضان لما جه من انجلترا كان نتكلم بصراحه بقى كان بعيد شويه عن مستواه. اعتقد ان مستر فايلر في الفتره الاخيره ديت طور من اداء رمضان صبحي كتير، خصوصا في حته التهديف. هو رمضان الفتره اللي قعدها في انجلترا وبعده عن الملعب، لما رجع في يناير فدخل مع على الفرقه، بدا يشترك بصفه اساسيه على طول من اول مباراه اللي هي بيراميدز، كان وصل مع لاسارتي، فكان بيأدي وبيأدي بشكل كويس جدا، بس هي الحته اللمسه الاخيره كانت ما فيهاش تميز شويه. قدر مع المباريات قدر يطور الحته دي، وكان فعلا بيعمل تدريب على طول عليها تخصصي بعد التمرين الاساسي، وقعد يشتغل عليها وبدات تظهر معاه قوي بقى في بطوله الامم في نوفمبر، وبعد كده بدا بقى الدور الثاني الفتره اللي هي بعد نوفمبر بقى لما دخل في الدوري لغايه لما انتهى او جات له الاصابه بمعنى اصح، كان وصل للنضج العالي قوي بتاعه. هي بس كانت الحته رمضان بيعمل الشغل كله، بينقل الفرقه من العناصر اللي بتنقل الفرقه للتلت الهجومي بشكل سريع جدا، بس كان بينقصه حته التفنيش، وكان بيعمل الاسيست اكتر ما بيلعب على حته ان هو اللي يجيب الجول. مظبوط. فلما بان بقى او بدا يشتغل على ان هو بدا يهدف، فدي بروزت قوي شغله. وانت عارف طبعا دايما اللعيب اللي بيجيب جون أو هو اللي بياخد شويه السكسيس ممكن تصنع. رمضان كان بيصنع، ورمضان كان بيعمل كمان شغل كويس جدا في الحته الدفاعيه من الاطراف اللي بتلتزم لما تديله واجبات دفاعيه، بينزل مع الباك بتاعه بشكل كويس جدا. صحيح. لان هو زي ما عادل قال بدنيا تفوق قوي في حته في انجلترا، وهو اساسا حتى من كويس. لما طلع في الناشئين في النادي الاهلي انا طلعته في 2013 فوجئت بيه، يعني كانت مفاجاه. انا لقيت ما شاء الله مباراه يعني المحله كانت مباراه المحله كانت مباراه محله في استاد القاهره، فكان الولد متفوق جدا بدنيا. فالحته دي كمان زاد بقى، يعني خد خبرات وخد شغل وخد زي ما عادل قال لك في انجلترا برضو اشتغل على الحته دي اكيد. ويمكن في الماتش دوت حصل طرد باين وانت غيرت رمضان. حصل طرد فعلا، طرد وائل جمعه، ورحت انا مغير رمضان لان كنت لازم انزل مدافع عشان العب بالاربعه المدافعين، فرحت مغير رمضان على اساس ان هو لعيب لسه صغير بس كان هايل، لعب 22 دقيقه. حتى انا كلمته، انا فهمته وهو خارج من على الخط، قلت له انا مغيرك عشان انا عايز اسيب اللعيبه الخبرات تبقى في الملعب. وهو كان لسه بياخد فرصه اول مباراه يلعبها فريق اول يعني. طيب بعد المباراه هل تعاملت معاه كويس من الناحيه النفسيه؟ وقبل المباراه كمان ده انا كنت مديله ثقه ومكلمه، قلت له العب زي ما كنت بتلعب في القطاع، لان رمضان عنده شخصيه. هاني عجيزي قال لك ان الكابتن شوقي غريب كان بيعتمد عليه، رمضان سابق سنه في شخصيته، يعني هو حاليا في لعيبه اكبر منه في الفريق، لكن هو هتلاقيه عنده شخصيه قياديه، دي بتطلع مع اللاعب من صغره، هو بيبقى موجوده فيه، فاهم قصدي؟ ممكن تلاقي لاعب كتير وكده بس ما عندوش شخصيه قياديه. الشخصيه القياديه دي هي بتبقى في الانسان ذات نفسه. فالحته اللي انا بحييه فيها واللي قدر فعلا يعملها، وكان بيسمع ليا ولسامي قمصان كنا بنكلمه في الحته دي، لانه كان بيعمل شغل كبير جدا بس تلاقي الانتاج مش قد العطاء،
يعني الانتاج اقل شويه لانه بيجي بيضيع فرص تلاقيه داخل قطع لجوه ومثلا راح مرقص وداخل شايط مش كده. الانتاج بقى في الحته التلت الاخير بدا يحسنه قوي 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 وظهر بقى مع مين؟ مع فايلر. ايوه احرز طبعا اهداف مهمه جدا وهو عنده فكرة عالي قوي. يعني انا عجبني قوي الجون بتاع سموحه اللي راح عامله شيب باس لما وصل ما قطع من جوه راح قطع من جوه. فهو اعتقد الاصابه كمان جات له في وقت يا كابتن ايمن صعب قوي فرملته، يعني كان عامل بطوله الامم عالي جدا ودخل مع النادي الاهلي كمل وكده، فالاصابه فرملته الى حد ما. هنا هيجي بقى دور ان فايلر يرجعه تاني عشان يستفيد منه، عنده دورين او سوري مش دورين، مباراه ذهاب وعوده في افريقيا. رمضان صبحي من العناصر المهمه جدا في التلت الهجومي للنادي الاهلي أي. سواء وانت بتلعب بره في الوداد لانه لاعب زي ما احنا قلنا عنده شخصيه، جمهور الوداد جمهور شرس في ملعب محمد الخامس محتاج شخصيه رمضان صبحي، فهو واجبه انه يجهزه تاني بعد الاصابه دي على اساس انه يستفيد بيه في المباراه دي، وطبعا ان شاء الله بعدها يبقى في النهائي. فاعتقد ان هو الفتره الجايه دي هياخد تدريجي 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 بحيث يمشي بيه لغايه ما وصله فورمته تاني اللي كان عليها قبل الاصابه. كابتن علاء ميهوب، من تشكيل نادي الجونه نشوف ان نادي الجونه النهارده بيلعب تقريبا عفوا بالتشكيل الاساسي الشوط الاولاني للمباراه، هتلاقي النادي الاهلي في صعوبه في بدايه المباراه في اختراق الدفاعات لنادي الجونه. مش صعوبه، كلها توقف على بدايتك انت كنادي الاهلي. النادي الاهلي بيبدا دايما مهاجم عايز يحرز هدف بسرعه، هو كل اللي بتشوفه في المباراه ايمن بتشوف اداء لعيبتك انت، اداء لعيبتك انت ازاي. مش دايما نتكلم اداء لعيبتك انت في الملعب يبقى ازاي. الجونه اكيد هيلعب حريص قوي، مش هيفتح خطوطه قوي لانه عارف فتح خطوط مع النادي الاهلي العقاب دايما معروف، لكن هو دايما هيلعب التزام كويس قوي، هيقفل المساحات اللي النادي الاهلي بيشتغل عليها. هي دايما مباراه بتبقى مع النادي الاهلي ضد اي فريق بيحاول يقفل مساحات على النادي الاهلي، والنادي الاهلي بيدور على المساحات يقدر يستغل النجوم اللي هم بيعملوا الفرق. زي ما كان بيتكلم الوقت يوسف وكان بيتكلم عادل قبله على واحد زي رمضان، واحد زي وليد، واحد زي اجاي، المساحات عندهم بالنسبه لهم بتبقى مشكله. المباراه كلها عباره ان انت بتدور ازاي تستغل مهارتك الفرديه والشغل الجماعي اللي بيعمله المدير الفني انك توصل للهدف بتاعك. كل ده انت بتدور على مساحه، بنشتغل على الجناب وعلى الاطراف ومش عارف مين بيبدا يخش جوه الملعب اذا كان عادل بيتكلم ويخش، كل ده انت بتدور على مساحه توصل بيها الهدف بتاعك. الفريق الاخر بيدور ان ازاي يقفل المساحات دي، هي دي المباراه من الاخر. فانت كل شغلك انت بتشغل مهاجم كويس قوي، استحواذ مفيد مش استحواذ سلبي. على الجانب الاخر الجونه هيدور مستر بيدرو ان هو يقفل الملعب كويس قوي لانه عارف خطوره لعيبه النادي الاهلي مش الفريق ده كمان، حتى الفريق اللي لعب قدام سموحه خطورته من نص الملعب او الجزء الامامي اذا كان بيتكلم يوسف او هاني دلوقتي ان هم خطر جدا، بيتحركوا كويس قوي، عندهم مساحات كويسه قوي. المهاره في الثلث الاخير بالنسبه لعيبه النادي الاهلي كلهم بتبقى مشكله، يضاف ليهم نص ملعب خطير جدا في حته التسديد. يعني عمرو السلية الهدف الاول اللي جابه كهربا كان بيشرحه يوسف، تسديد من عمرو كمل كهربا. ديانج من اكتر لعيبه النادي الاهلي بقى ملفت للجماهير نفسها، بقى خلاص عارف انت بقى معلم مع لعيبه النادي مع جماهير النادي الاهلي، واضح ان دي صفقه ممتازه للنادي الاهلي وبدا ياخد مكانه مع عمرو. انت ما عندكش مشكله في نص الملعب دلوقتي دفاعيا وهجوميا، صحه الدفاع هم المشكله، ان ايمن ان الاثنين نص الملعب بيقول اثنين مدافعين، الناس بتسمع مدافعين يعني ملوش دعوه بالحته الهجوميه، لا هي بتختلف خالص في الانديه الكبيره زي اللي قدام يلعب على بطولات، تحس ان نص الملعب الاثنين المدافعين مدافعين، لكن في الشق الهجومي لا بتلاقي الناس بتعمل الفرق دايما. دلوقتي كره القدم كلها دايما القدموم الخلف بتسديده باختراق، فالوقت النادي الاهلي ما عنديش مشكله حته دفاعيه اثنين جامدين جدا دفاعيا وهجوميا كمان بيعملوا مشاكل. يعني عادل كان دايما بيتكلم على اخر 20 يارده في الملعب، اخر 25، ما خلاص الناس الثلاثه اللي قدام راس الحربه مساكين، مين اللي هيعمل لك الفرق لو انت ما عندكش اثنين مهاريين زي اثنين نص الملعب؟ واحد ممكن يعمل اختراق، وعمرو بيعمله كويس جدا السنه اللي فاتت قبل الدوري ما يتوقف، عمرو السله الحته دي كان زايد جدا فيها، بيلعب دماغه كويس، بيشوط كويس، ودي كمان لازم نتكلم نبقى فير فيها، تحسب لمستر فايلر ان هو زود الحته دي زي ما كان عادي بيتكلم ان هو زود رمضان في الحته الهجوميه او حته
الاهداف نفسها، لا لازم يحسب له عمرو السليه. فالوقت الثلاثه ممسوكين، اللي بيعمل الفرق يا ايمن هم نص الملعب، لان لو في رقابه على الثلاثه اللي هم دايما النادي الاهلي مميز بالثلاثه تحت راس الحربه مش راس الحربه. ايوه راس الحربه، راس الحربه اللي هو معروف. أيوة. لكن دايما انت بتدور على الثلاثي تحت راس الحربه. اي فريق في العالم مش في النادي الاهلي لو عنده الثلاثي تحت راس الحربه ده مميز. ودايما كده اما اجي اشتري، حتى لما تيجي تشتري دلوقتي في الكوره حتى العالميه بتدور على الثلاثه تحت راس الحربه مميزاتهم، ودايما تلاقيهم خلاص هم اكتر ناس مهاريا. حتى الاسعار تلاقي اسعار عاليه جدا في الثلاثه دول، لان الكوره الوقت بتشتغل على القادمون والخلف، خصوصا الناس المهاريه الثلاثه دول، وراس حربه اكيد بيعرف يجيب هدف. كويس كابتن عادل، كلمتنا عن النواحي الهجوميه لمستر فايلر واطماعه الهجوميه، وان هو دايما بيلعب باسلوب هجومي وحابب دايما ان الجزء اللي قدامني ان هو ينهي على الجول ويكمل. كويس قوي. نحط وليد سليمان النهارده ويعتمد عليه بصفه اساسيه، برغم ان وليد سليمان لو بصينا لعدد المباريات هنلاقي ان هو بدا في 3 مباريات بس، هل ده يدينا انطباع ان وليد سليمان في الفتره الجايه هيعتمد عليه كلاعب اساسي في التيم؟ لا، هو احنا برضو خلينا نتفق ان دي فتره تجهيزيه، دي فتره مباريات، ولازم معظم اللعيبه اللي انت هتعتمد عليهم في البدايه، يعني انا ممكن يبقى عندي في بدايتي عندي 16 لعيب او 18 لعيب اللي هيدخلوا اول مباراه، هم دول اللي هيبداوا يكملوا معايا اول 3 4 ماتشات، فدول محتاج ان انا اديهم جرعات متساويه او جرعات مناسبه لاعمارهم. فان وجود وليد او وجود المباراتين بدايه المباراتين دول، الناس اللي لعبت المباراتين مش شرط ان يكونوا موجودين، ولكن هم اخذوا حمل تدريبي. خلينا برضو نتفق ان ده حمل تدريبي، ده جزء من فتره الاعداد اللي احنا ما كناش بنشوفه قبل كده. احنا المباريات الوديه ما كانتش قبل كده بتتذاع او ما كانتش موجوده، كنا بنعرف اول حاجه المباريات الرسميه اذا كان في افريقيا او في الدوري او في الكاس ايا كان. فبالتالي ان احنا نتفرج على ماتشات دلوقتي وديه بعد فتره طويله، فتره تعطش كبير جدا لان التوقف والنشاط، فاحنا بالنسبه لنا انك بتتفرج على النادي الاهلي او بتتفرج على ماتشات وديه حاجه حلوه، بس هو في الاول وفي الاخر هي مباراه جزء من فتره الاعداد، هي يعني ما دخلناش في الرسمي. فالنهارده في تشكيلين بداوا، ده مش معناه ان مجبر نبدا، مش هينفع ابدا بالاثنين، بس هياخدوا جرعات موجوده. وليد لعيب مؤثر في الفترات اللي بيلعبها. وليد انا شايف ان وليد في البطوله اللي خسرناها اللي كان موجود فيها كابتن يوسف مع كارتيرون عمل بطوله، انا شايف ان الوحيد اللي خسر في البطوله دي اكتر واحد خسر هو وليد سليمان. وليد سليمان عمل يعني زي ما بيقولوا كان شايل البطوله دي على كتافه، جاب كم اهداف مؤثره كتير جدا، عمل ماتشات كبيره جدا 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 في ظل وجود اصابات كتيره جدا في الفرق. يعني وليد كان العنصر، اعتقد العنصر الوحيد الكبير في الخط الامامي اللي كان عنده كم خبرات كبيره، فكان شايل، كان عامل مجهود كبير جدا، وهو اكتر واحد خسر في البطوله دي اللي خسرناها من الترجي هو كان وليد سليمان. كنت عارف كمان عادل من غير اقطع كلامك، حاليا مين هداف الفرقه؟ وليد سليمان. ست اهداف، عن ست اهداف. بس لازمكم نروح لملعب المباراه، وقبل ما نروح لملعب المباراه مع كابتن عصام عبده لينا شكر للاستاذ يعقوب السعدي المدير التنفيذي لمؤسسه ابو ظبي للاعلام، وشكر للاستاذ عمران محمد مدير قنوات ابو ظبي الرياضيه على تعاونهم معنا بحضور المعلق عصام عبده المتميز، والعلاقات الطيبه والتاريخيه اللي بتجمع دايما دوله الامارات بمصر على مر التاريخ. نروح مع بعض لملعب مختار التتش والكابتن عصام عبده، ونلتقي بعد الشوط الاول باذن الله.